اشهر مداخله على التيك توك وبث مباشر ما بينك او الخناقه اللي كانت حاصله. نشوفها الاول. هي معانا جاهزه. استاذ احمد هيجهزها لنا. شكرا يا فندم. لاحد من عائلتك وانت شفتني وتعرفت علي ارد عليك دلوقتي رد قاطع. السلام عليكم يا شيخ. كيف؟ وعليكم السلام. كيف نبدا ان شاء الله الحوار؟ تفضل. السؤال الاول يا شيخ، انا ابتليت باخطاء وبمعاصي وبذنوب وبكبائر. الشيطان كان اقوى من ايماني وايماني كان ضعيف. ما حدا يقول لي ليش انا تليت حالي تاتو. انا تليت حالي تاتو، كنت ضعيف وبعيد عن الدين. ورب العالمين الحمد لله ما انا بارادتي اني توب لرب العالمين، هي مش كبسه زر. رب العالمين لما بيسمح لي اني توب لإله بتكون هيدي اكبر نعمه من رب العالمين. وانا عملت التاتو بالوقت اللي انا كنت بعيد عن الدين. هل رح يتقبل لي وضوء؟ هل رح ينحسب لي صلاة؟ ومش قادر شيله، بكلف كتير، بيعمل تشوهات مش طبيعية وحرق مش طبيعي. إذا بدي أعمل جلسة التاتو بتطول شهر واحد أعمل لك كريمات، هو حرق بالليزر، رح ينحرق هون بالليزر مثل كأنك محروق بالزيت أو بالمية النار. رح يرجع بعد شهر يصح شوي، رح أرجع أعمل جلسة تانية، جلسة تالتة. لهيدا بس بدي 5 جلسات ومش رح يروح نهائيا. بكل جلسة رح يكلفك مال هائل. طيب جواب عندك يا شيخي. لا، الوشم اصلا بيطلع بالدم، بانحباس الدم. اغلب علماء المسلمين على ان الدم نجس ولا تصح الصلاه بنجاسه لمن لما يتوب. اما من تاب وصلى وهو بالوشم ولا يستطيع نزع الوشم فصلاته صحيحه. احنا معانا على التليفون الشيخ علاء ابراهيم من علماء الازهر الشريف والاوقاف. السلام عليكم فضيله الشيخ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك منورنا النهارده في البرنامج، ومتشكره جدا لقبول حضرتك ان انت تطلع معانا وتعرفنا الجزء الثاني بقى من الفيديو. ايه حكايه الفيديوهات والخناقات اللي حصلت؟ وشايفين فيديو عند مصطفى وفيديو عند فضيلتك، وانتوا الاثنين في شد وجذب وبعد كده اتصالحتوا، فعايزين نعرف اصل الحكايه من حضرتك. اولا انا اتشرف بمداخلتي مع حضرتك ومع اخويا مصطفى. وانا ومصطفى احنا اخوات واحباب واصحاب الحمد لله. وان شاء الله لينا لقاءات كتير في مصر، واحنا كنا مع بعض لحظه بلحظه على الواتس قبل ما ينزل القاهره او ينورنا في مصر، وان شاء الله بينا مداخلات كتير الفتره الجايه ان شاء الله. بالنسبه لسؤال حضرتك، هو الامر كان فيه لبس وسوء فهم، ان كان مصطفى طبعا هو حد مشهور جدا وحد ليه قبول. اسال الله عز وجل ان يرفع قدره ومكانته اكتر واكتر. وانا ليا يعني حاجة بس مهمة جدا، مصطفى زمان أو أخويا مصطفى زمان قبل ما يخش طريق ربنا كان حد مشهور وكان حد معروف، ولما انتقل لدين أو للالتزام وطريق الخير ربنا أكرمه برضه بنفس الشهرة. لأن ربنا عز وجل لما يكون الإنسان بعيد عنه وربنا كرمه بشيء، ربنا ما بينزعش كرمه عليه بعد ما بيخش الطريق، لا ده ربنا بيعزه اكتر وبيكرمه اكتر. فعشان ما استرسلش كتير وما اطولش عليكم، القصه ببساطه ان مصطفى كان يعني ليه فيديو، حد كان برضه بيذكر الذنب اللي فات، وربنا او النبي عليه الصلاه والسلام قال التائب من الذنب كمان لا ذنب له. ليس من الخلق، لا خلق الاسلام ولا حتى العقل والمنطق ان حد يكون يعني تاب من شيء وانا افضل اكلمه فيه. فمصطفى رد عليه بتلقائيته الجميلة لما حد بيقول له أنا ما بصدقش حد يعني عامل وشم أو كده. فمصطفى عمل حاجة جميلة إن هو لبس الجاكيت وقال له طب خلاص أنا دلوقتي لابس الجاكيت، هل تقدر دلوقتي تقول إن أنت مصدقني؟ إحنا يعني الظواهر دي خداعة. أنا للأسف وده تقصير مني، أنا ما كنتش أعرف يعني حبيب القلب مصطفى، ما كنتش أعرفه لأن أنا كنت لسه يعني ما عنديش وقت إن أنا أتابع. يعني حضرتك فضيلتك شفت اللقطة دي بس، إنما ما شفتش ما قبل ذلك. لا شفت الفيديو كامل، بس هو كان فيه مشكلة يعني مصطفى كان بيكلم متابعينه على أساس إن الناس فاهمة القضية بتاعته الخلفية. ففضيلتك دخلت رديت بفيديو
فرديت بفيديو مش على مصطفى. احنا طبعا حذفنا الفيديوهات لما اتصفينا وما كانش فيه تعكير. يعني انا اعتقد ان انا يعني رديت على الفكره نفسها. الفكره ان احنا لا احنا بنحكم بالظاهر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما سيدنا عمر قال كم من مرء يعني يصلي او يعني يظهر انه يصلي ولم يؤمن بقلبه. النبي عليه السلام رد على سيدنا عمر قال نحن نحكم بالظاهر ولا نشق على قلوب الناس. انا وحضرتك واستاذ مصطفى كلنا بنحكم على الناس بالظواهر. فانا كنت بتكلم في النقطه دي اللي احنا بنحكم بالظاهر. فطبعا الامر وصل لي وطبعا في من يسعرون في النار بين الناس. فمصطفى رد على فضيلتك بفيديو وعرفت ان الفيديو ايوه كان كله وقار وكله الهدوء والرقي. هو مهذب فعلا. نعم مصطفى مهذب جدا في الكلام من اول ما انا اتكلمت معاه. فحتى الفيديو بتاعه اللي عمله مع حضرتك ما كانش فيه ان هو بيعارضك او بيتكلم بطريقه تنفر بيها الناس. لا بالعكس ده جذب ناس كتير. لا خالص الفيديو بتاعنا ده كان بقى تبيين لوجهه النظر بتاعتي. انا ما كنتش بتكلم على مساله ان احنا ممكن نعاير شخص بذنبه القديم. كلنا اصحاب ذنوب وكلنا مقصرين في حق الله. ولو كل واحد مننا عاير احد بذنبه كلنا هنعاير بعض. لكن كنا بقى بنقرب وجهات النظر. هل انا كنت بتكلم على ان الشخص اللي واشم نفسه وتاب من ذلك ان احنا نقعد دايما نحطه في خندق المعصيه ودايما نقول له انت بعيد من ربنا؟ من قال لك ذلك؟ ممكن واحد حتى ولو صاحب جسد يعني جسد موشوم وتاب يكون افضل مني ومن الف من مثلي وافضل من ملء الارض من مثلي. طالما تاب واناب خلاص التائب من الذنب كمن لا ذنب له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طب فضلت الشيخ وحضرتك معانا يعني ما نضيعش الفرصه دي ونقول لكل الشباب اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي وبيتفرجوا على مصطفى وهو الوشم موجود في رقبته وفي ايديه وهو حاول ان هو يشيله وتكلف كتير نفسيا وجسديا والالام اللي تألمها. لو اي حد يقول لا ما انا ربنا مش هيقبل مني حضرتك ترد عليه وتقول له ايه دلوقتي وفضلتك معانا؟ نقول ان اي واحد يقول ان ربنا مش هيقبل مني توبتي نقول له قد اسات واسات الظن بالله. الله اكرم. يعني حضرتك لو انا حتى اخطات في حقك وجيت على بابك وطرقت عليه وتأسفت لك انت طبيعي لان انت صاحبه كرم لن تردي يعني صاحب الاسف ولن تردي من اعتذر لك ومن جاء الى بابك. فكيف ظننا نحن بالله سبحانه وتعالى؟ الله أكرم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. حتى في آية تاني كتير من الناس ممكن تكون مش فاهمة معناه. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به لو مات الإنسان على الشرك وعلى كفر بالله. لكن لو أشرك بالله وكفر بالله ثم تاب وأناب فالله عز وجل يقبله. فكيف من فعل معصية وهي يعني دون الكفر الوشم ثم تاب إلى الله؟ طب واحد مش قادر يا جماعة يشيل الوشم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. في بعض التعليقات الغريبة برضو أنا مش فاهمها يقول له كان فين عقلك من الأول؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. هو أنت ضامن على نفسك إن أنت ما توشمش جسدك الآن؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. احنا دايما ندعي يا فضيلة الشيخ ونقول اللهم ثبتنا على الإيمان. فالثبات على الإيمان مش مضمونة أي حد ما يضمنهاش. لكن كنت عايز أسأل فضيلتك السؤال الأشهر اللي مصطفى سأله لك برضو. لو أخت حضرتك دلوقتي ومصطفى تقدم لها أو أي قريبة من قريبات فضيلتك هتوافق على مصطفى زوجا لها؟ والله انتوا تعبت أختي معاكم. يعني اختي دي اتخطبت كتير انا تمنيت ان انا يكون عندي اخت. طب ممكن نسمعها معانا؟ هي موجوده معانا. اتفضل مع حضرتك. وفي الصلاه ويصلي بهم ويخرج عليهم ويخطب بهم. ولو تقدمت لاحد من عائلتك وانت شفتني وتعرفت علي انا على فكره الطريق الصح رد عليك دلوقتي رد قاطع مش يعني مش انا عايز اضحكك. الاول كذا رساله جات لي يقول لي يا شيخ انا مش ما عنديش وشم ممكن تجوزني اختك؟ اتشرف بذلك
النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، بعد أن نأخذ رأيها فأنا أتشرف بذلك، ونحن نتقرب لله بحب التائبين، لأننا نعتقد أنهم أقرب لله منا. أنا أعتقد ذلك. الشخص لما بيخرج من المعصية للتوبة بيكون بدي أسأله سؤال يا شيخ ولا؟